لونطون تعاون يلعبوا الماتش الجاي في الشامبيون. لقاء مؤجل مع الصورة، شو صار من بعد الصورة؟ الصورة نلتقي كوب دافريك ومن بعد نهضروا على الصورة ونهضروا البطولة. احنا رانا نسينا البطولة هذه، نلتقي كوب دافريك وان شاء الله فيها خير السمانة هذه ان شاء الله. الماتش اللي بعد الصورة معنا ما نبداش نلتقي كوب بلا كوب دافريك، بعد نوليو للشامبيون ان شاء الله. وفاق ستيف البطولة عنده مقابلة متأخرة مع الثورة بالسبت ومراها مع منيلة في البطولة. الثورة من بعد مولودية بجاية. يا مروة مولودية بجاية. تعطوا كي الفريق متركز على تركيز تاعو. شتك خممت بها تجاوب؟ ايه قاعد تفير تلميذ برك ماشي نسيت. نسيت البطولة. نسيت البطولة هذوك خافوا كوب دافريك. كوب دافريك ندخلوا للتاريخ. فريق مركز على المقابله اللي تستنى فيها نهار الاحد ان شاء الله، وان شاء الله يفوزوا بالمقابله ويعودوا بنتيجه ايجابيه ويفرحوا الجمهور الجزائري وخاصه الانصار وفاق ستيف ان شاء الله. تاخر السبت في الثوره ومن بعد ما من يلعبوا في البطوله. والله ما على بالي، احنا نقولوا ان شاء الله يربحوا في ما مزبي ان شاء الله. ان شاء الله السيبورتير هنا يشوفوا روحهم يشعلوا في الميجان بين الاستاد ان شاء الله نخشوا عليه. ما البطوله اللي نسيتوها؟ ها؟ ايه صحيح صحيح. الوفاق عنده مقابله متاخره مع الثوره يوم السبت كيكون في لومباشي، من وراه معاون يلعب في البطوله. ما عندناش 30 بالمقابله، 30 بالمقابله هذه من زمان. سماح في البطوله ان شاء الله نفوزوا، سماح في البطوله ومن بعد نوليو نحضروا تاعنا سينا البطوله. شرام كلاسي لونطون دوكا في الشامبيون. والله ما على بالنا. سماح قبل الجايه مع الثوره مقابله الاخرى، بنوراها مع من يلعبوا؟ نوراها مع من يلعبوا؟ نسيت الناس كل البطوله. نسيت البطوله. علاه؟ احنا مركزين غير على كوب دافريك. ان شاء الله نديو كوب دافريك ونسمحوا في البطوله خويا، الحق راه بزاف. والله ما نبي ما مرا يلعبوا. نديو لا كوب دافريك. الثوره وخلاص. الله ما نبي كوب دافريك وخلاص ان شاء الله. كيما قال لك الشامبيون حبسناها. كونسونطرين غير مع كوب دافريك. كوب دافريك ندوها وشامبيون نحبسوها. علينا البارود هذه ان شاء الله. اليوم كوب دافريك الرجاله. ان شاء الله. وفاق ستيف عنده مقابله متاخره في الثوره في البطوله، من بعد مروها في البطوله مع من يلعبوا؟ كيف فهمت؟ في البطوله الماتش المقابله القادمه على وفاق ستيف بعد الثوره شكون يجيهم ستيف؟ الناس كلها سير. مولود الجزائر. مع مولود الجزائر في الحقيقه. بس عليه الناس في ستيف نسوا البطولة. اي والله ما على بالي. كوب دافريك كوب دافريك. كاع وكل ستافيا متابعين لا كوب دافريك. وان شاء الله يدوها ان شاء الله باذن الله. انت جيت من الغرب وراك هنا في ستيف ثاني. الناس ما يعرفوك تشقيق اللاعب القرع. واش تقول لوفاق ستيف؟ ان شاء الله نتمنى لوفاق ستيف تأهل الى ان شاء الله تدي تتوجد بالكاس ابطال افريقيا وان شاء الله تروح به ان شاء الله. انا نتمنى لوفاق ستيف تدي الكاس الافريقي هذا ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. وفاق ستيف عندهم مقابله في البطوله في الثوره تاجل، بعدها وشكون يستقبلوا في ستيف؟ لا انا كيما نقولوا ما نتبعهمش. اعطيك صح غير كوب دافريك. البطوله عليه. انا راني مانيشني من هنا، انا من قالما. جيت على جلزيايا؟ جيت فاكونس غير على جلزيايا. جيت فاكونس كان نتفرج عندي دو جور، عندي دو جور نتفرج لي زونطريمون تاعهم. انصار وفاق ستيف كامل راهم مركزين على كاس افريقيا، اللي نسقسيه وفاق ستيف يروح للثوره في البطوله وبعدها واش يستقبل في ستيف ما يعرفش، ما من يلعبوا ستيف بعد مقابله الثوره. انا من بعد الثوره تجيهم بجايه. الله اعلم بجايه. دوك نقول لك تحب ناكد؟ لا راك صحيح، لا راك صحيح، ولكن ما ودرش تركيزك انت، بالعكس الشعب كل ودر تركيز، راه كل مبرونشي بين الله ما نهضر ونقول لك حتى الله ثان ونقول لك ثاني. انا شوف انا نعطيك رسمي درك، انا صح نحب الوفاق نحبه في المنافسات الخارجيه والافريقيه، ولكن انا مناصر وفي العامل ما فيها والو، عندي ولادي هنايا. جيت من العاصمه ولا سطيفي؟ هو انا من العاصمه وشنو هو عايش هنا عايش هنا في سطيف، وعندي وليدي ولادي راهم 22 سنه راهم ولاد الوفاق، يعني ولاد الوفاق. وانا راني قلت لك الا مقابله واحده اللي نتمنى المولوديه تربح، مولوديه الجزائر، ولكن الوفاق فوق الراس والعين.
المولوديه راح تدخل الكاس الكاف العام الجاي. المشوار هذا اللي دار وفاق سطيف السنه ان شاء الله ونتمنوا له يكون افضل من اللي راه كان، يكون محفز الانديه الجزائريه وفي من المولوديه اللي راح تلعب العام الجاي لكاف ان شاء الله. شوفوا حاجه تطلع المورال لكلوب الجزائريه بيقولوا ما يحقروش روحهم في الافريق. والله باذن الله يعني راهم منقصين من قيمه، ماشي الشعب ولا راهم يعني نهضر مع الاطارات الهيئات الكرويه راهم منقصين من القيمه تاع الوفاق، منقصين باسكو لحقت الدرجه هذه. ورانا نشوفوا شويه داوين بداو يهضروا في الدومي فينال، لو كان جات فرق من جهه اخرى لو كان راهم يعني ليل ونهار سواء التلفزيون سواء الشعب سواء والله لو كانت انا نقول لك بكل صراحه وبكل روح رياضيه، والله جات المولوديه لحقت لهذا الدرجه قسما بالله لو كان راهي الدنيا راهي زاهيه. رغم انك مولوديه؟ رغم انني مولوديه ما فيها ولا الحق يقال. كاين الجهويه في الجزائر؟ يعني بدون تعليق مع كل وفاق سطيف عنده مقابله متاخره في الثوره وبعدها معهم يلعبوا في بوطو. مالي بدي كل عقلك في مازمبيك. ان شاء الله يعقبوا بره بربي ان شاء الله. والله غير مبازين على الكوب دافريك بربي ان شاء الله. ما ناس ثلاثه ديال الشامبيون عليهم الشامبيون شبعنا بها حنايا. قول لهم صاي شامبيون ليكم، قول لهم كوب دافريك وصاي قول لهم اللي صار بيتر فريك ديروا لنا حل. سطيف يلعبوا في الثوره عندهم مقابله متاخره في الثوره ومن بعد واش يرسيفيو في سطيف. والله ماني مع البطوله طول اخويا صدقني صدقني البطوله هذه مالي بليس انا سماطت ما نكذبش عليك مع لي زربيطر وهذاك والله سماطت مع كوب دافريك خويا انا معها وان شاء الله نجيبوها بريك. هذا ما كان البطوله يلعبوا مع الثوره وبعدها اللي نسقسيوه ما يعرفش مع من يلعبوا عليه ما من يلعبوا لونطوط الماتش الجاي بالمرسال مع فريق نورمالمون. لا في البطوله نهضوا في البطوله بالبطوله ريسيفيو نورمالمون يروحوا الثوره وما غادي ريسيفيو ماشي نمسيو نسيتكم لاكوب دافريك في كلش. صح كاين من اي والله ايوا مول فين حنا كوب دافريك مول فين كيما نقولوا حنا لي ماتش دور هذوك تاع لي سسبنس هذو اللي مول فين بهم حنا شامبيون يسمى اي ماتش يجيب ماتش لازم تنساهم بليطو. ها كي قلت لي قبيتها على البطوله الوطنيه يعني كاينه بطوله وطنيه ما عندك حتى ما كانش كون انا نطرح لك سؤال انا لازم نسالك تخيط في الموب الياسما والموب في تعقبها بس انا ما كان نطرح معك يكوبي وخيط ريزيتي تدي الياسما تروا بون هاي مي شامبيون هذه هاي باينه باللي ما كانش بطوله احنا لا ما عندنا مسمينا برك بطوله محترفه بصح هي بطوله منحرفه والله البطولة الانحرافية راك تبان على ربيط راج بيطام مع البرج كيفاه صاري راك تشوف البطولة شنو صاري هو هذاك جوار هذاك يفوسي في تيزي وزياسكا لا احنا كنا نسمعوا هكذا انا نشوف باللي كانت البطولة بكري خير من دوكا بطولة اللي خرجت باللومي وخرجت على الصاد هذيك بطولة دوكا لما خليتها البطولة قطر ندور ربحنا بها الالمان كاين لاعب محلي دوكا لما خليت دوكا انت لما خليت البطولة دوكا كتبك مبرونشي عقلك راه في مازامبي لما خليت البطولة احنا لما خلينا البطولة دوكا خلينا القربيج ورا تبارك الله هذيك هي البطولة يا عندهم وان شاء الله نديو كوب دافريك وصحة عيدكم وان شاء الله كما قالت تيغانا العيد تاعنا نهار الحد ان شاء الله ومن بعد العيد تاع الصحة العرب انا نعيدوك ساعة 8 نتايا هاي سون يعقوب وفاق سطيف البطولة عنده المقابلة الجاية يروح للثورة تأجل من وراها شكون يجي لسطيف في البطولة من ورا المقابلة تاع الثورة والله ما نكذب عليك سمير تاني موراني مبرونشي غير معاك كوب دافري جيستم وحنا مدايرين السيجي هذا سطيف واحد ما على بالو مع ابراهيم يلعبوا شامبيونه ولا كان كاينه شامبيونه على جال كوب دافريك مالا والله غير اصلا غير راني نحكي لك الصح مالا ما على باليش والله ما على بالي باللي واش راحين يلعبوا ليكيب راح يلعبوا معاها في الشامبيونه تلمو الواحد راه ما نقولكش 100% راني 500% راني مع كوب دافريك عقلك راه في مازامبي عقلي راه من مازامبي اللي هي ليكم انتم شكون نفس السؤال مع من يلعبوا لونطوط بعد الثوره مع من يلعبوا والله ما نكذب عليك تزرف بعد كما قلت نسيت بلي كاين البارو في الجزائر كوب دافريك برك خويا هذا ما كان كانش بارو ما كانش ورا البارو في الجزائر ما كانش نستناو في السنه ان شاء الله كوب دافريك لا انا في سطيف برك سكاره فيرا ورا وقرب بها برك
حقروكم من لا فيدراسيون؟ محقورين من بكري، محقورين في المطار، وقال لك هم تحقروا معقولين. طيارة كانوا رايحين بالخميس بالجمعة سطيف سكر، قال لك لازم تروح لقسنطينة، لازم تروح لاخر، ما فهمناش ليه واش راهو صاير في لونطون. لا يكرهوا لونطون أكثر. تعال بربي إن شاء الله نديوها سكارة، سكارة في روراوة وسكارة في قربات. السؤال تاع قلت لي بعد الثورة مع من يلعبوا لونطون؟ مولودية العاصمة. هما يلعبوا مع مولودية بصح مش مولودية العاصمة، هما يلعبوا مع مولودية بجاية. بصح علاه نسيتوا هكذا باللي مولودية العاصمة؟ نسيناها. الأولى حقرونا روراوة قرباج راشي كلها قنطرنا هنا. وحنا ما كانش ريكلامي على لونطونت، ما كانش. صراحة جايبة حقها بيديها؟ صراحة جايبة حقها بيديها؟ ما كانش. بقى غير الجوار ولي سيبورتير وشوية كذا إدارة، ما كاين والو، ما كانش بطولة مرة. والله ما عقلك راه لهي في الكونغو؟ راني مع 100% أنا في مصر بي مع الحد إن شاء الله برب إن شاء الله نعيدوا بها. عيد حطوا عيد العيد العيد بالحد هذا ولا حد الاخر؟ العيد الحد هذا والحد الاخر. الحد مع موزمبي والحد ان شاء الله يضحى ان شاء الله لكتب ربي. نضحيوا على موزمبي الاولى ومن بعد نضحيوا العيد الاخر ان شاء الله. قول سير بيبو احنا رانا نشوفوا ان شاء الله في السيناريو تاع كتر بويت راح يتعاود باذن الله. رايحين ان شاء الله هم فينا لكتب ربي، عندنا ثقه كبيره. بقات الشامبيونه والاذان راه يقول الله اكبر. وان شاء الله باسكو الشامبيون واحد ما على بالو، واحد مو مبرونشي شامبيون شحرام كراسي لونطون شامبيون. والله ما نعلم، صدقني اقسم بالله ما نعلم. الناس كل راهي مبرونشي لو مونباشي خويا، روحوا جيبوا لنا من ثم لا كاليفيكاسيون ورايحين سوال بليده ولا قسمطينا باذن الله، والقوطي مروح لهنا. هذه هي ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. بعد الثوره ما يلعبوا في البطوله مولوديه الجزائر؟ انا شخصيا اقسم بالله ما نعلم. الناس كل مولوديه ما على بالي، راني مركز انا على المقابله الجايه. والله غتختار تشوف قبل الماتش، راني مركز مع الجواره. والله غير نهار الماتش غير نجي في حمام سخنه ونريح الكاسه وكاين تكاليفه وان شاء الله بربي. والله غير تاعنا كون نقول لكم بلي وفاق سطيف يستقبل مولوديه بجايه في الجوله الجايه، تجيك سمعت حاجه مفاجاه؟ مفاجاه والله غير مفاجاه. نركز على لاكوب دافريك ونطلبوا من اللاعبين بقات لهم الى 90 دقيقه يركزوا فيها، وعندنا لاعبين عندهم خبره رايحين يصنعوا الفارق ان شاء الله، ورانا معهم، والهدوء هذا يدل باللي رايحين يرجعوا بنتيجه وربي يعاونهم ان شاء الله. وفاق سطيف في البطوله يلعب مع الثوره، بعد الثوره واش يستقبل في سطيف؟ واش يستقبل في سطيف؟ سبب الوجدان. السؤال هذا اللي طرحنا نطرحه للناس، كل واحد ما عنده الاجابه. الشعب راهم مش مركز في البطوله هذه، عليه مركزين ماناش لاسين بالبطوله. خلصوا ان شاء الله الماتش دمي فينال لا ان شاء الله عندنا حظوظ كبيره فيها. ان شاء الله يكونوا اللاعبين مركزين كامل التركيز، 11 نقري 11 كونتر 11 خويا، عندنا الحظوظ كبيره وان شاء الله نقلبوا كما احنا نقولوا الحياه اللعب المحلي. ان شاء الله ان شاء الله راح يبرز وان شاء الله نقلبوا البطوله تاعنا اقوى، وهذا ما نقدر نقول لك.